اهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهه دي هنتوقف مع اهم قرارات المجلس الاعلى للجامعات واللي كان ابرزها بدء الفصل الدراسي الثاني واستكمال اعمال الامتحانات المؤجله من الفصل الدراسي الاول يوم 27 فبراير الحالي، وكمان انتظام اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه والعاملين طبقا للجداول المعلنه بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعمليه التعليميه مع الالتزام بكل الاجراءات الاحترازيه. اسمحوا لي ارحب بضيفي دكتور محمد خليل الاستاذ بكليه الاداب جامعه القاهره والخبير التربوي. اهلا بك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور محمد. خلينا نبدا من اهم قرارات المجلس الاعلى للجامعات النهارده باستئناف الدراسه واجراء امتحانات منتصف العام. شايف ازاي القرار الاول واهميته كمان؟ هو طبعا القرار كويس جدا وكل حاجه، وطبعا الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله الطلبه ممكن ياخدوا فتره ان هم الثلاث اسابيع الجايين دول او الفتره القادمه ديت ان هم يراجعوا اللي فاتهم قبل ما يبداوا تاني في مود الاختبارات، وده هيسمح لهم بوقت شويه ان هم يدخلوا في مود المذاكره تاني، خاصه ان هم في الفتره الاخيره طبعا الظروف خارجه عن الكل، كان في قرارات لسه متاخره مش عارفين هتبدا ولا لسه، فطبعا احنا لازم نحط في الاعتبار ان الطريقه الجديده في التعليم اللي هو التعليم الهجين او البلندد ليرنينج ليه مزايا وليه عيوب، لازم نكون صريحين مع بعض، ولازم نعرف ان الطالب لازم يتعود على الطريقه الجديده، وهي ان في حضور اون كامبس في الحرم الجامعي وفي حضور اونلاين. فاحنا فكره ان احنا شويه نبدا الاختبارات ونقعد فتره شويه ده هيساعد شويه الطلبه ان هم يرجعوا تاني في المود وينظموا اوقاتهم. وطبعا من خلال حضرتك انا عايز يعني اشكر جدا جدا بشكل عام دكتور خالد والوزاره ان في جامعات جديده بتفتح وفي افكار جديده، ويمكن الويب سايت او الموقع الجديد يمكن وزاره التعليم العالي قادر ان هي تساعد وتوصل حاجه اسمها الخدمات الرقميه للطالب. ولكن كل دوت في الاخر عشان ايه؟ يعني انا بتكلم برضو كاستاذ جامعي بدرس لطلابي وابنائي في جامعه القاهره وفي احدى الجامعات الخاصه، فأنا من الآخر لازم أحط في الاعتبار إن أنا بعد الطالب لسوق العمل، فهو مش الطالب ياريت الفترة القادمة يفكر إن الموضوع مش مجرد إن أنا أخلص من شهادة وخلاص، الامتحانات قربت راح أذاكر وأعدي شهادة وخلاص، وعلى فكرة أنا ده من خلال حضرتك. طب دكتور محمد، دكتور محمد عايز اسال حضرتك عن احنا شايفين ان الدوله حريصه جدا، يعني سواء كان وزاره التعليم العالي، التربيه والتعليم كمان والتعليم الفني، شايفين ان هم حريصين جدا على انتظام الدراسه واعضاء هيئه التدريس كمان، وطبعا مع اتباع كل الاجراءات ومع الحفاظ على صحه الطلبه واسر الطلبه، لكن فكره الحرص على الاستمرار والحرص على محاوله التغلب على اي ظرف او تحدي بتسببه هذه الجائحة والحفاظ في نفس الوقت على الأولاد وعلى الطلبة طبعا والشباب، يعني فقولي شايف ازاي حرص الدولة ممثلة في الوزارتين على انتظام الدراسة وانتظام ايضا هيئة التدريس؟ طبعا حضرتك خلي بالك ان احنا الفترة اللي فاتت ديت الحمد لله يعني كنا عارفين ان الفترة القادمة ديت هيبقى فيها شوية اجراءات احترازية اكتر حفاظا على اولادنا، وفي نفس الوقت لازم نتابع مع اولادنا، ويمكن احنا كاعضاء هيئه التدريس الفتره اللي فاتت كنا ساعات بنسجل محاضراتنا من خلال زوم او منصات تعليميه ونبعتها لها اللي بنبعتها للطلبه. طبعا الفتره اللي فاتت دي كنا بنعمل ساعات جروبات واتساب مع الطلبه ان احنا نتواصل معاهم عشان نعدهم لغايه ما يجي الميعاد الاخير والنهائي لبدايه الدراسه. طيب الفكره كلها حضرتك ان يمكن الاجتماع النهارده كان فيه دكتور خالد والدكتور طارق، وطبعا يعني شكر خاص جدا لوزاره التربيه والتعليم ان برضو المنصه التعليميه لوزاره التربيه والتعليم بعتبرها قوية جدا جدا، ودي يمكن أنا عايز أوجه انتباه الجميع وأولياء الأمور لقوة حاجة عندنا عظيمة بدأت اسمها بنك المعرفة المصري. بنك المعرفة المصري بشكل عام لطلاب الجامعات وطلاب المدارس بيعتبر دلوقتي مصدر رائع جدا، فإحنا الفترة اللي فاتت ديت مع وجود المصادر دي مع تسجيل المحاضرات مع إبقاء حالة من الإعداد للطالب، فهو الفترة اللي فاتت كان فيها شوية ممكن حالة من عدم التجهيز من الطالب، الطالب نفسه مش عارف هو رايح فين، ولكن هي دي ظروف البلد، وانا دايما بقول ان الطالب في العصر الجديد احنا بنجهزه لحاجه مهمه جدا كسوفت سكيلز او مهارات الحياه، وهي القدره على التاقلم، ازاي انت لازم تتاقلم مع الظروف الحاليه.
وبكرر تاني الفترة اللي فاتت ديت احنا يعني الحمد لله كنت على طول بنقول لطلابنا خلوا بالكم ان انتوا تستفيدوا من التعليم عن بعد، ان انتوا تستعدوا للتكنولوجيا. السوق العام بشكل عام، السوق العالمي كله محتاج طالب عنده امكانيات التكنولوجيا، او زي ما بيقولوا كده تك سافي، ملم بكل دوت وعنده القدره ان هو يكون جاهز للسوق الدولي. فانت دلوقتي عندك محاضرات اتفرج عليها، عندك حاجات لازم تتواصل مع المدرس، لازم يكون كده. فكل ده تم، ولكن انا برضو عن طريق حضرتك بفكر اولياء الامور ان برضو لازم ناخد بالنا من احتياطاتنا الاحترازيه عشان الكورونا. طبعا حضرتك معايا مدام ريهام، مع حضرتك خاصه بقى ان كان لابس الماسك، ان كان كل ده، ما هو دي جزئيه مهمه، ده طبعا شيء مهم جدا جدا. دي جزئيه مهمه يا دكتور، انه زي ما الدوله حريصه ان التعليم يستمر، لكن برضو زي ما حضرتك لسه بتقول في تعليمات مشدده لتطبيق الاجراءات الاحترازيه للوقايه من كورونا. وطبعا يعني ده امر مهم. قولي ده ازاي هياثر على الطلاب ويطمنهم هم واولياء امورهم؟ ما هو ده هيعمل حاله من التوتر بشكل عام. ويمكن احنا لازم اولياء الامور يكونوا يعني امناء جدا مع اولادهم، ان لو اي حد عنده اعراض او اي حاجه لازم يبقى طبعا زي ما النهارده طلع في القرارات يبقى في حاله من الفلكسبيليتي او المرونه في التعامل مع حالات الطلبه اللي عندهم اعراض الكورونا او مصابين. ربنا يشفي الجميع يا رب ويحفظ كل اولادنا. فالفكره كلها حضرتك ان لازم الطالب يكون ملم بكذا نقطه. واحد، ان هو يكون ملم بنقطه اهميه التعامل الفتره الجايه بالبلندد ليرنينج، التعليم الهجين بشكل عام هو مستقبل التعليم في العالم كله بشكل عام. الفتره لا قدر الله لو طولت في اي مشكله فانت لازم هنلجا للتعليم، لا اما اونلاين عن بعد او الهجين اللي هو بننزل يومين في الكامبس عندنا او في الحرم الجامعي. رقم اتنين، الطالب لازم يعرف ان برضه زي ما هو خايف على نفسه لازم يخاف على صحه زملائه. فلو في اي اعراض ياخد باله، وناخد كل اجراءاتنا، واولياء الامور يكونوا حريصين على متابعه اولادهم. ومن خلال حضرتك انا بكرر يمكن الجمله الهامه للغايه، ان التعليم عن بعد مبني على نجاح ولي الامر مع الطالب. يعني الطالب بيذاكر ولازم في البيت في حد في البيت بيتابع معاه، ايه اخبار المذاكره، طب تحضر ولا لا. ظاهره ان احنا ساعات كمدرسين للاسف بندي المحاضره والطالب قافل الكاميرا ومش منتبه معانا، دي كده سوء استخدام للتكنولوجيا. واحنا عارفين ان الانتقال المفاجئ من التعليم المباشر اللي هو اون كامبس ايدوكيشن للتعليم الاونلاين هو ده عامل لخبطه. ولكن لازم نتعود على النظام الجديد، واولياء الامور يتابعوا ويقولوا طب انت عرفني انت اخذت ايه، انت عملت ايه. وده من خلال حضرتك برضو باكد ان لازم يكون في تواصل ما بين اولياء الامور وإدارة المدارس أو الدكاترة عندهم، يطمنوا إيه اللي بيحصل، أنتوا خدتوا إيه، وريني. وده هيساعد كتير جدا جدا إن أولادنا يعني يبقى في برضو على فكرة حكاية إن أولادنا قاعدين في البيت مع أولياء أمورهم بيقول لك المشاكل زادت. هي دي حقيقة طبعا قاعدة البيت وكده، ولكن في نفس الوقت طب ممكن ده يزود الصلة والبوندنج والعلاقة ما بين أولياء الأمور وأولادهم، إن أنت طمني أنت بتاخد إيه، إيه اللي حصل، إيه المشاكل أنت بتواجهها، طب أنت هتعمل إيه. لغة التواصل دي هتساعد كتير بعد كده هو لما يشتغل في السوق بشكل عام أو بشكل عام بشكل أسري، هيساعد كتير جدا في إنتاج أسرة فاهمة أكتر آليات التعليم والتعامل مع أولادها. يعني عايز أعرف شايف إزاي فعلا تطبيق نظام التعليم الهجين دكتور محمد اللي أعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري، وهو الجمع بين التعليم طبعا في حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أونلاين، شايف دور ده إيه في أنه يرتقي بالمنظومة التعليمية؟ إزاي المنظومة التعليمية هتستفيد من التعليم الهجين؟ بص يا فندم، التعليم الهجين مبني على إيه؟ ان احنا عندنا في حاجه اسمها input وoutput sessions، ازاي انا بدي معلومات ممكن تبقى اكتر عن طريق الاونلاين، وبعد كده الطالب جاي لي بمشاريع او presentations او اي حاجه او اي اسئله من خلال الايه الاون كامبس او في الحرم الجامعي. اعتقد وجود نظامين التعليم هيفيد جدا في ايه، ان هو بيجمع احسن الحسنيين من الاثنين، احسن حاجه من هنا وهنا. فانا كاونلاين انا بوصل المعلومه للطالب بيفهم ايه الدنيا، انا دلوقتي ممكن اقدر اعمل له كويزز اختبارات اونلاين، كل حاجه جميله. عنده اسئله عايز يتواصل مع زمايله، عايز يبدا حياته الجامعيه الطبيعيه بالسوشيالايزنج والتواصل مع زملائه، يبدا يسال. انا في بعض الاحيان كنت بقول للطلبه تعالوا النهارده افرجكم على فيلم فيديو نلخصه مع بعض، تعالى نتعلم معلومه جديده، تعالى نشتغل ترجمه، يلا في المحاضره اللي انت هتجيلي فيها انت هتقدم لي الاختصار انت ومجموعه من زمايلك في فريق عمل. فبالشكل دوت انا بخليه استفيد بتواجده، لكن انا ما انصحش ان انا هو
عشان اديله معلومه بس، لا انا عايز احسسه بوجوده واهميته ان هو نزل يوم او يومين عشان يتفاعل مع زملائه، يتفاعل مع اساتذته، يقدر ياخد افكار عن اخطائه هي ايه، يبقى في تفاعل اكتر بكتير. وهو ده يمكن انا شايف ان ده اقوى حاجه في فتره الهجين، ان احنا بناخد ميزه التعليم عن بعد والتعليم الجامعي طبعا اللي هو داخل الحرم الجامعي. يبقى فكره تقليل ايام حضور الطلاب الكليات النظريه لحوالي يومين وما بين 3 لـ4 ايام للكليات العمليه، حضرتك شايف انه دي يعني الخطوه الافضل او السليمه اكتر لحمايه الطلاب من كورونا يا فندم؟ طبعا. بس طبعا حضرتك خلي بالك ان الكليات العمليه بتحتاج حضور اكتر عشان الشغل العملي كاطباء او مهندسين هم هيحضروا من 3 لـ4 ايام مظبوط؟ يعني احنا لو بنتكلم بالظبط اعتقد ده بالظبط من 3 لـ4 ايام، واعتقد دي فكره صائبه للكليات العمليه. الكليات النظريه زي كليه اداب او كليات تجاره او كده ممكن عن طريق التعليم اونلاين يبقى في معلومات اكتر انبوت ممكن تستغني عن او تغني عن تواجدهم، ولكن الكليات العمليه لازم عشان اكتساب الخبره العمليه ساعات تبقى اقوى من النظريه، خاصه لطلبه طبعا الكليات اللي هي الطب وهندسه والحاجات ديت. وبرضو بفكر حضرتك في حاجه مهمه قوي، بفكر الجميع ان الفتره القادمه مش عشان ولادي قاعدين وانا فرحان هم اخذوا شهاده وخلاص، ده كده معناها اكتمال منظومه التعليم لولادي. يا ريت اولياء الامور والطلبه يفتكروا ان الفتره القادمه هم محتاجين جدا ياخدوا شهادات اضافيه اونلاين مجانيه، يعني هم لو دخلوا على مواقع وكتبوا كورسات مجانيه ما دام انت كده كده قاعد في البيت فليه لا ما تدخلش على مواقع تحضر ورش عمل مجانيه، ان كان من خلال يوديمي، من خلال حتى جوجل، من خلال مواقع كتيره ومنصات الكترونيه بتدي شهادات تكميليه للطالب عشان تعوض عدم حضوره الفعلي بشكل عام. وده طبعا مهم جدا ان الطالب يكون عينه مش بس على شهادته، على الدنيا بره وجوه مصر السوق عايز ايه. خبره 3 ايام، نزلت 3 4 ايام، نزلت يومين، في كل الاحوال انا محتاج اعرف ايه اللي ناقصني، زملائي اللي كانوا بيحضروا 100% اون كامبس ايه اللي فاضل وانا اعوضه. وده طبعا لازم ليه؟ عشان اشوف ايه الفرق، ايه اللي ناقصني عشان اكمله. حضرتك فاهماني؟ اكيد. وده هيحتاج مجهود اكتر من الطالب ووعي اكتر من الطالب، انا بتكلم على الطالب الجامعي. الطالب بقى المدرسي دي قصه ثانيه، بس بدل ما احنا بنتكلم النهارده على الجامعه، فالطالب الجامعي انا دايما بقول لهم انتوا على خطوه خلاص من سوق العمل، فحضرتك لازم تعوض لو في اي حاجه. وعلى فكره وهم قاعدين اونلاين بيلاقوا ممكن فرص منح دراسيه يكملوا بعد كده بره مصر كمان عشان يرجعوا بلدهم بعد كده يفيدوا بلدهم ان شاء الله. فازاي انا استفيد بالثلاث ايام اللي انا قاعد فيها انا كطالب بوعي ان انا ممكن اخد شهادات زياده، اتواصل مع اساتذتي، رقم 3 عينيا تكون على لو في منح اكمل، لو في كورسات مجانيه اخدها. طبعا انا بقول مجانيه عشان ما تعملش اي عبء على الطالب. طبعا انا عارف ان انا ممكن اخد حضرتك في نقطه ثانيه، ان احنا كل التعليم الالكتروني يتطلب برضو البنيه التحتيه تكون تمام. يعني يا ريت برضو ما ننساش ابنائنا في الريف والصعيد اللي هم الناس اللي مشرفينا اللي هم ابناء مصر دولت، اللي هم ممكن يكونش عندهم برضو الامكانيات الماديه يبقى يكون عندهم تعليم الكتروني 100%. ويمكن احنا عندنا نظام التابلت اتعمل في وزاره التربيه والتعليم، فاحنا محتاجين في وزاره التعليم العالي طبعا والجامعات بشكل عام نحط في الاعتبار ان في ممكن فئه من الشباب محتاجين يبقى عندهم اكسس او عندهم اتاحه فك ان هم يدخلوا على الانترنت، عشان بالنسبه لهم الانترنت مش حاجه عاديه، ده رفاهيات، ممكن يبقاش عندهم امكانيات. ودولت اعتقد من التحديات اللي احنا مفروض نفكر في الناس ديت عن طريق ان احنا ممكن المحاضرات كلها تبقى مسجله سي ديز نديها لهم، ممكن نفتح لهم قاعات مفتوحه فيها تهويه، نوادي الشباب مع طبعا يعني طبعا مع التعاون مع وزاره الشباب والرياضه نفتح لهم قاعات مفتوحه يشوفوا الحاجات دي على شاشات، نبعت لهم سي ديهات، نبعت لهم الحاجات دي، نعمل لهم شرائح مع التعاون مع وزاره الاتصالات، شرائح الكترونيه للاجهزه بتاعتهم. لازم نشوف حل عشان دول شبابنا في الاخر، لو ما عندهمش امكانيات نساعدهم فهم يبقوا نفس المساواه مع شباب القاهره والاسكندريه وباقي المحافظات كلها.
طيب دكتور محمد، المجلس وضع استثناء للمتخوفين من كورونا بالسماح للطلاب القلقانين ان هم يروحوا يأدوا الامتحانات لظروف الجائحة، ان هم يتقدموا بطلب للاعتذار عن اداء كافة الامتحانات. شايف يعني المرونة دي ازاي من جانب وزارة التعليم العالي والجامعات؟ هي المرونة ديت كويسة جدا، ولكن اهم حاجة بس تؤخذ بشكل جد من اولياء الامور ومن الطلاب نفسهم. يعني معنى اصح لازم يكون في ضوابط، لازم معنى اصح يكون في شهادات طبيه من اماكن يعني معترف بيها بختم حاجه، عشان بس ما يحصلش اي تغيب وخلاص. ولكن في نفس الوقت طبعا هي مرونه مشكوره جدا حميده جدا من ناحيه وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي، ولكن في نفس الوقت يعني مفروض الوعي ده يجي من ولي الامر والطالب هو نفسه، هو عارف ان في ايه، فأنا مش هنزل وخاطر بحياتي ولا خاطر بزمايلي. وفي نفس الوقت لازم أستاذ الجامعة يكون عنده المرونة ديت، فإحنا في الآخر نتواصل مع الطلبة دولت، ويمكن نقول لهم نقدر نعوضهم إزاي، إن كان يبعت لهم أي بقى دعم أكاديمي، نقول لهم أنتوا محتاجين إيه. خاصة ده حصل يمكن في الفصول الدراسية اللي أنا درست لها، كان في طلبة حصل لهم فترة الكورونا ديت، وإحنا على طول حاولنا نتابعهم ونقول لهم ونعوضهم غيابهم، ونقول لهم هتعملوا ايه، ونضمن يبقى في اختبار مش سهل يكون متماشي مع ظروفهم، ان هو ان كان الوقت اقل او هيكون بعد كده هو لما بيتعافوا ياخدوا الاختبار في وقت لاحق بعد كده. واعتقد ده لازم يتم حصر الاعداد دي عشان ممكن يعملوا اختبارات تعويضيه او ميك اب اكزامز بعد كده. ممتاز. المجلس كمان سمح للطلاب اللي ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا دكتور التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهه الطبيه المختصه في الجامعه، ويكون الاعتذار عن الامتحانات اللي بتتزامن مع فتره اصابه الطالب مع استئناف باقي الامتحانات. قول لي ده ازاي، يعني خلينا نقول شايف ازاي مراعاه كمان قرارات الاعلى للجامعات لكل الحالات، اللي خايف في تعامل معين معاه، واللي مصاب كمان في وسيله للتعامل مع المشكله اللي عنده. والله يا فندم، هو حضرتك زي ما حضرتك اضفت كده اهوت، قلتي ان هو لازم يكون من جهه تبع الجامعه معترف بيه. يعني مثلا كجامعه القاهره ممكن نروح القصر العيني، او الجامعات اللي هي التعليم المستشفيات التعليميه بشكل عام. طيب ده هيتم ازاي؟ ده هيتم من خلال بقى ولي الامر، يعني مش هينفع الطالب هو ينزل وهو نفسه مصاب، وده هيحتاج طبعا تدخل الطاقم الطبي بشكل عام، ممكن يكون زياره للطالب نفسه، ممكن يتم من خلال الطالب هيروح عن طريق الاسعاف لغايه المستشفى ويتم الكشف عليه واعطائه شهاده مكتوبه من المستشفى نفسها عشان يتم بعد كده تقديمها للقسم وللكليه. وطبعا مره ثانيه يمكن مهم جدا جدا الفتره الجايه ديت ناخد حذرنا، وهنعرف كويس جدا ان اساتذه الجامعه هم متفاهمين جدا جدا، ودي من قرارات يمكن وزاره التعليم العالي، احنا متفاهمين جدا جدا القرارات دي، متفاهمين جدا الطلبه دولت. وانا شايف ان الطلبه دولت الفتره الجايه مش هيمروا بس بازمه لا قدر الله جسديه، ازمه نفسيه، ان هم حاسين ان هم يعني تخلفوا عن باقي الزملاء. وعلى هذا الاساس احنا لازم نعملهم الدعم النفسي برضو احنا كاساتذه الجامعه، ونكون مرنين معاهم شويه، ونعمل حصر اليوم زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ونشوف هنعمل لهم ايه في الاختبارات بعد كده اهوت، والجزء اللي غطوه لو نقدر نسجل لهم محاضرات يتفرجوا عليها وهم قاعدين في البيت يتفرجوا على المحاضرات دي عشان يحضروا نفسهم لفتره ما بعد التعافي ان شاء الله. ان شاء الله. خليني اختم مع حضرتك دكتور محمد بموافقه المجلس الاعلى للجامعات على اطلاق مسابقه افضل جامعه في العام الجامعي 2020-2021، واللي هتضم افضل جامعه صديقه للبيئه وافضل جامعه في مجال المشروعات التطبيقيه المرتبطه بالمجتمع. شايف المسابقه دي ازاي؟ والله يا فندم، هو حضرتك يمكن الكلام ده برضو مع قرار جامعة حلوان باستصلاح أراضي في الوادي الجديد، فتح جامعة جديدة في جنوب السودان، جنوب سيناء. فأنا عايز أقول لحضرتك إن حالة الحراك اللي موجودة من وزارة التعليم العالي دي ممتازة، خاصة لو إحنا بنتكلم على مسابقة أفضل جامعة. أنا شايف إن إحنا نحط عينينا على الجامعات الحكومية وإزاي إحنا نطورها، والجامعة الجديدة اللي هتفتح في جنوب سيناء دي قوتها في قدرتها على الاعتراف بالثقافة المصرية البدوية، خاصة إن هي في جنوب السودان في منطقة غنية جدا بالبترول، فممكن إحنا نقدم فيها خدمات
تفيد مصر اقتصاديا بعد كده اهوت. ازاي احنا بنفتح اماكن في مناطق جديده بكر خالص محافظه على البيئه وبترجع للاقتصاد بعد كده اهوت. زي ما قلت لحضرتك جامعه الوادي الجديد دلوقتي في استصلاح اراضي من جامعه حلوان، دي كلها هيعيد بعد كده اهوت بالدخل اقتصاديا لينا. فازاي استخدام البحث العلمي اقتصاديا، مش البحث العلمي مجرد اوراق، لا بحث العلمي بشكل فعلي في سوق العمل عشان يفيدنا ويفيد بلدنا باذن الله ان شاء الله. اما بالنسبه لفكره جامعات صديقه للبيئه، ده يا ريت ان احنا نوعي الناس من خلال الاعلام باهميه الجو جرين، ازاي يبقى احنا عندنا حاجات صديقه للبيئه، عشان العالم كله دلوقتي بقى مركز على الاحتباس الحراري، جلوبال وورمنج، الريسايكلينج او عمليه التدوير والحفاظ على البيئه. وده يمكن هيخلي الطالب نفسه وهو قاعد في الجامعه شايف بيعمل ايه عشان يحافظ على بيئه الجامعه بتاعته ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد خليل، الاستاذ بكليه الاداب جامعه القاهره والخبير التربوي والتعليمي، شكرا جزيلا لحضرتك.